وطن منحازون للحقيقة. في ظل ما يثار حول دعوات مصرية جديدة لاستئناف جلسات المصالحة والتهدئة بين المقاومة في قطاع غزة والاحتلال، وما تكتسبه القضيتان من زخم كبير على الساحة الفلسطينية، جاء مؤتمر مركز مسارات الذي طرحت خلاله مبادرة الرزمة الشاملة طريق الوحدة الوطنية. يجب أن نتفق على عدة قضايا لأنها مترابطة مع بعضها البعض. على سبيل المثال البرنامج الوطني، يجب أن يكون هناك اتفاق على الأهداف وكيفية الوصول لها. موضوع أسس الشراكة بدون احتكار ولا هيمنة ولا تفرد. موضوع تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم الجميع من أجل إنهاء الانقسام والتحضير فيما بعد لإجراء الانتخابات. إعادة بناء منظمة التحرير بحيث تضم الجميع. إعادة النظر بشكل ووظائف السلطة حتى تكون سلطة، يعني في أداة من أدوات منظمة التحرير الموحدة، أداة في خدمة البرنامج الوطني. المؤتمر الذي عقد بالتزامن بين رام الله وقطاع غزة ويشارك فيه ممثلون عن الفصائل، تضمن كلمة للقيادي في حركة فتح الأسير مروان البرغوثي، دعا خلالها لتجديد شرعية منظمة التحرير وعقد مؤتمر وطني للحوار الشامل. منذ بداية الانقسام لليوم، وأبو القاسم يطرح مبادرة تلو المبادرة ويطرح نداء تلو النداء، ويؤكد على أن الوحدة الوطنية قانون الانتصار للشعوب المقهورة، ولا يمكن لنا أن ننتصر ونحن مشتتين بهذا الشكل. هو يعتمد على مبدأ الشراكة التامة في إدارة البلد ونبذ سياسة الإقصاء، وأن يكون الجميع يشعر بمسؤوليته تجاه المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني. فصائل تقف وراء المصالحة الوطنية، تتمسك بالقرارات التي اتخذ وتطالب بالتنفيذ، تتمسك بقرارات المجالس المركزية والمجلس الوطني وتطالب بالتنفيذ. ما أردت أن أقوله أنه آن الأوان لتوفر إرادة وطنية وسياسية عليا تغلب المصلحة الوطنية الفلسطينية. مراقبون ومحللون رأوا أن المبادرة قد تمثل أرضية مهمة لإنهاء الانقسام حال توفرت الإرادة السياسية لدى حركتي فتح وحماس، وتزايدت وتيرة الضغط الشعبي على الحركتين لتحقيق الوحدة الوطنية. أنا أعتقد دون أن يكون هناك ضغط شعبي وطني واسع، وهنا أحمل القوى الأخرى خارج فتح وحماس المسؤولية الأولى عن ذلك، وأحمل المجتمع الأهلي والمثقفين الذين تحدث عنهم البعض مسؤولية بلورة هذا التوجه لإنقاذ الحالة الوطنية ولإنجاز الوحدة الوطنية. وأمام ذلك تبقى الحاجة لضرورة إنهاء الانقسام أحد أهم الأولويات لمواجهة الاحتلال والتصدي لصفقة القرن وما يحاك من خطط ومشاريع لتدمير ما تبقى من المشروع الوطني. حمزة السلايمي، تلفزيون وطن، مدينة رام الله. وطن منحازون للحقيقة.